بوردر راح يكون متكون من هاي تو بروسيسز والماندبلر نوتش. البوستيرير راح يكون بالباروتيد جلاند. الانتيرير راح يكون يعني كونتينوس ويا الاوبليك لاين اللي يجينا من البودي. زين نجي هسه نجي هسه هنا الميديال سيرفس او الانترنال سيرفس. عندنا هاي المنانة هاي ماندبلر فرامنيا. ماندبلر فرامنيا زين اكو هنا هاي مثل دكتور حسن قاعد مثل الشوكر طالع مننا هاي اللي نقول يا ماندبلر زين فور اتاتشمنت اوف سفينو ماندبلر ليجمنتس اوكي. فهاي ماندبلر فرامنيا وهاي اللي نقول يا ماندبلر. زين هذا بالنسبه للميديال. نجي هسه بالنسبه لهنا اللاترال او الاكسترنال هو يكون الانسرشن للتمبوراليس والماستر ماسلز. زين نجي هنا للاخر شيء السوبيريور. زين بالنسبه هنا عندنا هذا البوستيرير اسمه الكوندايلد بروسس. هذا الكورونويد. ان بتوين ذير از ماندبلر نوتش. زين ماندبلر نوتش. نجي لل الكورونويد. الكورونويد الانتيرير مالته يكون كونفكس. زين كونفكس ويكون كونتينوس ويا هذا الانتيرير بوردر اوف ذا ريموس. زين البوستيرير يكون كونكيف. زين يكون كونكيف اوكي. اما هذا يكون كونفكس. زين هنا اللاترال راح يكون ينطي انسرشن للتمبوراليس مع سيستر. الانترنال او الميديال راح يكون بس للتمبوراليس. زين هذا بالنسبه للكورونويد. هذا قلنا ماندبلر نوتش. بالنسبه للكوندايلر بروسس بس اعرف ان هذا اللي فوق الكوندايلر بارت وهاي اللي جوا نسميها نيك.